مرحبا بكم مشاهدينا في صحافة اليوم، نبدأها معكم من هذه العناوين. الحياة اللندنية، نظام الأسد يرتبك بعد سقوط منه والاقتراب من القرداحة. الدستور الأردنية، الغنوشي النهضة مستعدة لاستفتاء شعبي لإنهاء الأزمة. تابع أيضا في الأهرام المصرية، مصالحة شاملة في الأفق، والرئاسة تتحدث عن ضغوط خارجية. الحياة اللندنية قالت إن نظام الأسد يرتبك بعد سقوط منه والاقتراب من القرداحة. وننتقل إلى أورينت نيوز الآن، حيث اختطاف فريق الأورينت أسئلة الثورة والدولة، مقالة للكاتب عقيل حسن إحسين في صحيفة الأورينت نت، أوضح فيه بأنه منطقيا يجب أن يشكل اختطاف فريق الأورينت بريف حلب انعطافة حقيقية في مسار الثورة بالمناطق المحررة، وخاصة من الناحية الأمنية. فهذه الحادثة ليست سوى جزء من مسلسل لا زال ممتدا، ما يجعل المطالبة بوضع حد لهذه المشكلة على درجة عالية من الأهمية. إن هذا العجز من قبل القوى المسلحة هو صورة الأوضح ربما عن العجز الأمني الذي تشتكي منه الأرض المحررة، ما يجعل التحرك من أجل مشروع بنائي للدولة ضرورة قصوى لا تقل أهمية، وربما تزيد عن استكمال تحرير بقية المناطق التي ما زالت تحت سيطرة النظام. وإذا كان تخوف المدنيين في كل منطقة يعلن الجيش حريته تحريرها من رد فعل النظام الذي يلجأ بشكل أساسي إلى قصفها وتدميرها، قد أخذه الثوار في كثير من الأحيان في حساباتهم، فإن شكوى الناس في المناطق المحررة من الانفلات الأمنية هو مبرر أقوى للتحرك من أجل المعالجة. مطلوب اليوم التحرك العاجل ومن قبل الجميع لتشكيل جهاز شرطة عام له حضوره في كل منطقة، ويكون مستقلا عن العسكريين من الجيش الحر وتحت قيادة عامة تتمتع هي وجهازها بضمانات كافية. إن هذا الشرط هو أحد الشروط الأساسية للأزمة اللازمة لكي تستمر الحياة في المناطق المحررة التي عاشت طيلة عام تقريبا على وازع الأخلاق والدين فقط في كبح جماح الانفلات الأمنية لا أكثر. هذه الشجاعة الملفتة والصمود الثابت للجيش الحر بوجه آليات الأسد تحدث الآن. الجيش الحر يدافع عن وطنه وكرامة شعبه واستقلال سوريا وحريتها، ونظام الأسد شريك كامل الشراكة في مشروع بيع سوريا واستبعادها. هذا ما جاء في افتتاحية صحيفة اليوم السعودية تحت عنوان سوريا دروس المقاومة الباسلة. نتابع. في هذه الأيام توجه المقاومة السورية الباسلة ضربات قوية ومؤثرة جديدة إلى مجموعات الميليشيات الإيرانية المحتلة في سوريا، خاصة في جبهات حلب والساحل السوري. وصلت عملية المقاومة السورية والجيش الحر إلى مسافة قريبة من بلدة القرداحة، معقل آل الأسد والبلدة التي تدفقت منها الشرور إلى أنحاء سوريا منذ استولى أحد أبنائها حافظ الأسد على السلطة في سوريا، وصمم خططا جهنمية طائفية لتمكين العلويين وتهميش الطوائف الأخرى. وهذه الشجاعة الملفتة والصمود الثابت للجيش الحر بوجه آليات الأسد تحدث لأن الجيش الحر يدافع عن وطنه وكرامة شعبه واستقلال سوريا وحريتها، بينما ميليشيات الأسد وحزب الله تدافع عن جريمة الاحتلال الإيراني ومصالح طهران ومؤامراتها ومشروع استعباد سوريا وإهانة السوريين. ونظام الأسد شريك كامل الشراكة في مشروع بيع سوريا واستعبادها. لهذا انحاز علويون أحرار إلى استقلال بلادهم وكرامتها، وانضموا إلى فصائل الجيش باذلين دماءهم وأرواحهم في سبيل حرية سوريا وخلاصها. وكان يجب أن يتحلى النظام وطهران وميليشيتهما التي تنشط في سفك الدماء السورية وتدنيس سوريا بشيء من العقل والحكمة، وأن يعرف أنهما يسبحان ضد التيار السوري الجارف، وأن يجنحا إلى السلم وتجنيب سوريا والسوريين مذابح مهولة أكثر مما ارتكباه من فظائع، لأن الوبال والخسران على الغادرين الذين سلط الله عليهم أبطال الجيش الحر وصقور سوريا وأحرارها. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون يوم تتحرر سوريا من ظلامهم وظلماتهم.
الانتصار الوحيد الذي يستطيع بشار تحقيقه مقالة للكاتب خير الله خير الله في صحيفة المستقبل اللبنانية، جاء فيها: من يراهن على الوقت من أجل تحقيق انتصار على الشعب السوري يراهن عمليا على التطرف من أجل تبرير القتل والقمع والاستعانة بقوى خارجية من أجل البقاء في السلطة. إذا كان من درس يمكن أن تستخلصه المعاهد العسكرية ومراكز التحليل في العالم من الحرب التي يشنها النظام السوري على شعبه، فإن هذا الدرس يتلخص بالآتي: هناك من لا يريد استيعاب ما يدور على الأرض السورية ويصر على تفتيت بلده. هناك من يرفض الاعتراف بأن ليس في الإمكان الانتصار على الشعب السوري مهما طال الزمن. هناك من يرفض الاعتراف بأن النظام انتهى. لو لم يكن النظام انتهى فعلا، هل كان ضروريا الاستعانة بحزب الله للانتهاء من بلدة القصير وللانتصار على حمص وعلى البلدات والقرى في ريف دمشق وحلب؟ هل كانت هناك حاجة إلى مقاتلين من لبنان والعراق وإيران للحول دون سقوط دمشق في أيدي أحرار سوريا؟ من يراهن على الوقت من أجل تحقيق انتصار على الشعب السوري يراهن عمليا على التطرف من أجل تبرير القتل والقمع والاستعانة بقوى خارجية من أجل البقاء في السلطة. تدمير الكيان السوري، هل هذا هو الانتصار الموعود؟ قد يكون هذا الانتصار الوحيد الذي يستطيع بشار الأسد تحقيقه. نعم، يستطيع تحقيق ذلك بفضل إيران والسياسة الروسية المتهورة المعادية لكل ما هو عربي في المنطقة، فضلا عن قصر النظر الأمريكي والأوروبي. ولكن يظل سؤال في غاية البساطة: أين يمكن توظيف مثل هذا الانتصار الذي لا يصب إلا في خدمة إسرائيل التي لا مانع لديها في تفتيت سوريا وحتى المنطقة كلها؟ ما معنى أن يرفع حسن نصر الله في خطابه الأخير يده عاليا ويعلن نحن شيعة علي بن أبي طالب في العالم كله؟ ما معنى هذا؟ الكاتب صالح القلاب ومقالته في صحيفة الرأي الأردنية. هذه هي مقاومة حسن نصر الله. كان القرار الإيراني الذي فرض على حافظ الأسد ألا تكون هناك مقاومة في لبنان وفي الجنوب اللبناني إلا المقاومة الشيعية فقط ومن خلال حزب الله، وهكذا تم إبعاد كل الأحزاب اللبنانية الأخرى عن دائرة تلك المقاومة، وكذلك الأمر بالنسبة للطوائف الأخرى السنة والمسيحيين والدروز. وهذا معناه أن إيران أرادت أن تكون هذه المقاومة كرأس رمح لمشروعها الفارسي، بحجة أنها دولة الوحيدة المشتبكة مع الدولة الإسرائيلية. وما يؤكد هذا الواقع أن إيران ومعها سوريا الأسد قد رفضتا لانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني في عام 2000 على اعتبار أنه أحادي ومن جانب واحد، وحقيقة أن الهدف كان الإبقاء على مجال لمواصلة الاشتباك مع الإسرائيليين ليس من هضبة الجولان ولكن من الأراضي اللبنانية لتبرير حكاية الممانعة والمقاومة التي لم تمانع شيئا ولم تقاوم على الإطلاق. ولذلك وبناء على هذا كله، فإنه يجب إدراك حقيقة إرسال حسن نصر الله لميليشيات حزبه لمشاركة قوات الأسد في ذبح الشعب السوري. فالمسألة طائفية بغيضة وبكل وضوح، وإلا ما معنى أن يرسل الطائفيون العراقيون ما يسمى فيلق أبي الفضل العباس؟ وما معنى أن يرفع سيد المقاومة في خطابه الأخير يده عاليا ويعلن نحن شيعة علي بن أبي طالب في العالم كله؟ ما معنى هذا؟ في صحيفة الوطن القطرية نقرأ للكاتب مازن حماد: سكود أقل كلفة وأكثر دمارا. ركز فيها على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول تأكيدها استخدام النظام السوري للصواريخ البالستية وبأن هذا العمل يرقى إلى جريمة حرب. تحت جناح الأزمة المصرية المتفجرة وغيرها من الأزمات الإقليمية والدولية، تزايد استخدام قوات الحكومة السورية صواريخ سكود الباليستية ضد المناطق المأهولة بالسكان. وعندما تسقط هذه الصواريخ الضخمة في أماكن مسكونة يكون لها تأثير مدمر على المقيمين في تلك المناطق. وحسب الحالات التي وثقتها المنظمة Human Rights Watch، فإن استخدام الصواريخ بتلك الطريقة يرقى لجريمة حرب. وكما يقول الخبراء والمحللون العسكريون، فإن استخدام الصواريخ الباليستية في النزاعات المسلحة غير ممنوع، لكنه يخضع لقوانين الحرب التي تنص على ضرورة التمييز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية. وتبين من تفحص مواقع الدمار التي تسببت فيها صواريخ سكود أن الأضرار ناجمة عنها ضخمة إلى درجة يصعب معها التفريق بين المدنيين والمقاتلين.
فضلا عن ذلك، وجدت المنظمة الحقوقية بعد زيارة 7 مواقع استهدفت بالقصف الباليستي أنه ليست هناك أي أهداف عسكرية ظاهرة في محيط الأماكن المقصوفة. وقد دفع امتلاك دمشق الصواريخ الباليستية إلى نصب صواريخ الاعتراض باتريوت على الحدود التركية والأردنية مع سوريا، وتجدر الإشارة إلى أن استعمال صواريخ سكود التي يصل مداها إلى 150 كيلومترا هو خيار اقتصادي لأنه أقل كلفة ودقة أيضا، لكنه أكثر تدميرا من القصف الجوي. مشاهدينا، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال ما تبقى من صحافة اليوم، أرجو أن تبقوا معنا. ليكون في الحسبان في كل يوم شيء، وفي كل ساعة شيء، وفي أي ثانية مزأ. وهذا ما تعودنا عليه من نظام يبث الرعب والدماء في كل مدينة أو محافظة أو حي. الهدف بس إنه رسالتنا توصل لبقى، نحن عم نموت يا أخي. فعلا المنظر يا ليك، هلا ما في حالة نزول، طلع على بيوت العالم، هي أبو الكارت يا شباب. الله مولانا ولا مولى له. يبقى التحدي والصمود ضد نظام لا يحترم حرية شعبه. أنا معكم محمد معاذ من قطاف العاصمة دمشق لأورينت نيوز. أهلا بكم من جديد. الكاتب نبيل علي صالح تساءل في صحيفة الشرق البحرينية عن مدى حقيقة وجوهر التغيير في السياسة الإيرانية، خصوصا بعد انتخاب روحاني رئيسا لإيران ضمن مقالته التغيير الرئاسي الإيراني جوهر أو جوهري أم شكلي. لا شك أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة يمكن اعتبارها على هذا الصعيد نسمات ربيعية جديدة قوية بدأت تلفح إيران وتهب بقوة عليها في ظل هذا الجمود والاستعصاء السياسي المسيطر هناك منذ فترة طويلة على مجمل ملفات السياسة الإيرانية منذ مجيء أحمد نجاد الحكم في 2005. وقد أسفرت نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة عن نصر كاسح للتيار الإصلاحي الذي وقف بكامل زخمه وجماهيره وراء الرئيس المنتخب حسن روحاني. هل سيكون لهذا التغيير الإصلاحي السياسي في أعلى هرم السلطة السياسية التنفيذية وليس الدينية الولايتية نتائج عملية وميدانية جوهرية على صعيد أحداث تغير بنيوي عميق في طبيعة السياسة الداخلية وأيضا على مستوى السياسة الخارجية الإيرانية التي تأتي على رأسها ملفات شائكة ومعقدة كملف العلاقات المتوترة والمتشنجة جدا مع العالم العربي عموما وملف التدخل والتداخل في ملف سوريا الحامل وطيس حاليا، وكيف سيتعاطى رئيس منتخب شعبيا مع رموز التيار المحافظ الأشداء والقابضين بقوة على روائز ومفاصل السلطة الفعلية الإيرانية من مال ومؤسسات وثروة وموارد وحرس ثوري وعسكر وأمن وغيره. وطالما أن مفاتيح القوة على الأرض هي بيد آيات الله الكبار المرتكزين على نظام قابض على كافة مواقع الثروة والسلطة والعسكر والأمن، وبالتالي آليات الصنع وتنفيذ القرار السياسي وغير السياسي، إن توقعات وأمال التغيير المرتقبة والموعودة في عهد الرئيس الجديد ستبقى فيما أظن محدودة للغاية. دويلة تتهيأ لخلافة دولتين، مقالة للكاتب إياد أبو شقرة في صحيفة الشرق الأوسط استعرض فيها المشهد السياسي اللبناني وبعض التفاصيل التي اعتبرها أحد أهم الأسباب الرئيسية في تعطيل مؤسسات الدولة وإحلال الاستقرار. نتابع. في
في الأصل كان تعيين قادة الأجهزة الأمنية لبنانيا يرضخ لتفاهمات عريضة تنطلق من تمتع القائد المرشح بترشيح قوي من الزعامة النافذة للطائفة التي ينتمي إليها، ثم تكتمل عملية التعيين بموافقة الآخرين، إلا أن وجود السلاح في يد تنظيم طائفي واحد غير عناصر المعادلة كلها، وبالتالي بات تيار المستقبل الذي يمتلك غالبية التمثيل النيابي السني عاجزاً عن فرض مرشحه المفضل أو كما في حالة ريفي الدفاع عنه والتمديد له. والأمر نفسه ينطبق على وليد جنبلاط الذي مورس الفيتو غير مرة ضد مرشحه المفضل لرئاسة الأركان. في حالة قهوجي فإنه حظي بترشيح عون مدعوما من الثنائي الشيعي طبعا ورضا رئيس الجمهورية، ويوم ذاك كان ثمة مصلحة في تعيين قهوجي وفق حسابات عون وأطراف مسيحية أخرى. لكن الأمر يختلف الآن في ظل شلل الكامل للمؤسسات السياسية الذي يتجلى في تعذر تشكيل حكومة، فقد يعني التجديد لقهوجي جعله المرشح المفضل لرئاسة الجمهورية. هذا الاحتمال مرفوض تماما عند عون الذي يرى أن لديه ثلاثة مرشحين لرئاسة الجمهورية، هم شخصه بالإضافة لزوجي ابنتيه العميد شامل روكز قائد فوج المغاوير القوات الخاصة والوزير جبران باسيل. عون ما زال يطمع بالرئاسة ومن أجلها لا يمانع بأي فراغ، أما حزب الله فمشروعه أكبر بكثير، وبعد قتاله في سوريا فإنه الآن عبر التجنيس الطائفي في مناطق بعينها من سوريا منهمك بضبط رسم خريطة سوريا المقسمة. معادلة استقواء الثامن من آذار في مقابل ضياع خصومها وعجزهم وقصور وسائلهم عن الدفاع عن النظام السوري السوية لن يبقى من النقاط سوى سقوط دستوري، الكاتب نبيل بومنصف ومقالته في صحيفة النهار اللبنانية بلط البحر. لا شك أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة يمكن اعتبارها على هذا الصعيد نسمات ربيعية جديدة قوية بدأت تلفح إيران وتهب بقوة عليها في ظل هذا الجمود والاستعصاء السياسي المسيطر هناك منذ فترة طويلة على مجمل ملفات السياسة الإيرانية منذ مجيء أحمد نجاد للحكم في 2005. وقد أسفرت نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة عن نصر كاسح للتيار الإصلاحي الذي وقف بكامل زخمه وجماهيره وراء الرئيس المنتخب حسن روحاني. هل سيكون لهذا التغيير الإصلاحي السياسي في أعلى هرم السلطة السياسية التنفيذية وليس الدينية الولايتية نتائج عملية وميدانية جوهرية على صعيد أحداث تغير بنيوي عميق في طبيعة السياسة الداخلية وأيضا على مستوى السياسة الخارجية الإيرانية التي تأتي على رأسها ملفات شائكة ومعقدة كملف العلاقات المتوترة والمتشنجة جدا مع العالم العربي عموما وملف التدخل والتداخل في ملف سوريا الحامل وطيس حاليا، وكيف سيتعاطى رئيس منتخب شعبيا مع رموز التيار المحافظ الأشداء والقابضين بقوة على روائز ومفاصل السلطة الفعلية الإيرانية من مال ومؤسسات وثروة وموارد وحرس ثوري وعسكر وأمن وغيره. وطالما أن مفاتيح القوة على الأرض هي بيد آيات الله الكبار المرتكزين على نظام قابض على كافة مواقع الثروة والسلطة والعسكر والأمن، وبالتالي آليات الصنع وتنفيذ القرار السياسي وغير السياسي، إن توقعات وأمال التغيير المرتقبة والموعودة في عهد الرئيس الجديد ستبقى فيما أظن محدودة للغاية. للتعليق على أبرز ما أوردناه في الصحف ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت علي الأمين كاتب صحفي. سيد علي أهلا بك، يعني بتنا نلاحظ فعلا أن هناك من بات يتكلم عن صوملة سوريا أو أفغانتها أو حتى بلقنة الشرق الأوسط ككل، يعني هل تعتقد أن الأزمة في سوريا ربما فتحت باب إعادة رسم المنطقة من جديد؟ لا شك أن مسار الثورة السورية يعني منذ ثلاث سنوات بدأ يأخذ اتجاهات يعني مختلفة، وهذا ما لمسناه في على مستوى المعارضة السورية وعلى مستوى يعني الاختلافات التي شهدناها، وبالتالي ما انعكس على الأداء الميداني. ولكن بالدرجة الأولى هناك نقطة محورية أساسية
أعتقد أنها لعبت دورا في أخذ الشعب السوري بهذا الاتجاه العنفي وبهذا الاتجاه التدميري. هو أن النظام في سوريا يعني منذ البداية أعلن أن فرصته الوحيدة هو مواجهة هذه الثورة بكل الوسائل المتاحة لديه، من يعني من السلاح إلى 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 أقصى يعني ما يمكن أن يستخدم من الكيميائي، وساهم في هذا المسار وعززه أن الموقف الدولي دائما كان في اتجاه عدم الدفع بدعم الخيار الشعب السوري أو حتى دعم يعني الوصول إلى تسوية معينة وترك الأمور بهذا الشكل. الموقف الدولي والإقليم بتقديري لعب دورا أساسيا في محاولة استثمار هذه يعني سيد علي مصالحه وباتجاه تحقيق مصالح إقليمية ودولية. سيد علي، بما أنه نتحدث عن الـ يعني التدخل الدولي، برأيك إلى أي مدى تتفق مع من يقول أن الأسد الآن هو عبارة عن حجرة على رقعة الشطرنج الروسية الأمريكية وبأن مفاتيح الحل بيد الروس فقط؟ يعني حتى الآن لا نلم موقفا يعني أمريكيا جديا سواء بإنجاز تسوية أو حل أو سواء بدعم تقديم دعم حقيقي لإنهاء يعني النظام السوري أو دعم المعارضة باتجاه تحقيق انتصارات جدية. أنا برأيي هذا مؤشر على أنه هناك أهدافا يعني أخرى، وبس هذا الأمر متداول ولا يعني أقوله أبتدعه، وأنه في مجموعة من المصالح التي ستحقق بما يجري اليوم في سوريا للولايات المتحدة بالدرجة الأولى ولمجموعة من الدول الإقليمية وحتى الغربية وحتى إسرائيل بالدرجة الأولى. هناك محاولة لاستنزاف والاستثمار هذا الصراع وهذه المواجهات والتدخل الإقليمي سواء من إيران ومن حزب الله، حاول استثماره إلى الحد الأقصى. يعني ببساطة هناك استنزاف لحزب الله ولإيران في سوريا، وهناك أيضا بطبيعة الحال تدمير لجزء من سوريا عم بتم بشكل واضح من خلال هذا التدخل الخارجي وهذا العنف. هذا برأيي حتى لا يمس المصالح الإقليمية للولايات المتحدة الأمريكية والمصالح الدولية. نعم، ولكن سيد علي في ظل سيد علي في ظل الحديث عن التدخلات الخارجية، هناك بعض التسريبات الصحفية تقول إن فرنسا ستقوم بالدعوة إلى مؤتمر جنيف 2 منتصف الشهر المقبل، يعني هل تعتقد أن ما زال جنيف قابلا للحياة؟ يعني الكلام عن جنيف يصعد ويعني يحبط، ولكن المسار الأمور لا يعكس أن هناك جدية باتجاه يعني عقد مثل هذا المؤتمر. واضح أنه لم تنضج بعد الظروف الدولية حتى نرى أن إمكانية انعقاد هذا المؤتمر باتت على الأقل ممكن أن تحقق نتائج جدية وحقيقية. نعم. لا يبدو لي، وهذا ربما ينتظر أنا أعتقد ملفات أخرى دولية، نتمنى الموقف الدولي ليس والحركة الدولية ليست مستعجلة، لكن قد يكون هناك مؤشرات تبرز في ما يتصل بالموقف الإيراني سواء على مستوى الملف في مجموعة ملفات أخرى أعتقد أنها ممكن أن يكون لها تأثير. ولكن حتى الآن لا يبدو أن الرئيس الإيراني الجديد يحمل شيئا جديدا يغري الأطراف الأخرى في عقد تسوية أو ما. لذلك لا أرى الآن في المدى المنظور والقريب أن هناك دفع حقيقي وجاد من قبل الولايات المتحدة يعني أصبح فقط سيد علي أصبح جنيف 2 فقط هو للتسويق الإعلامي. ننتقل معك يعني إلى الداخل السوري. الثوار على بعد 20 كيلو مترا من القرداحة مسقط رأس الأسد في اللاذقية، كيف ترى التطورات الميدانية الأخيرة في سوريا وما تقييمك لتقدم الثوار؟ يعني الكر والفر واضح، لا شك يجب أن نقرر أنه في مرحلة الأشهر الماضية حصل النظام السوري حقق يعني تقدم تكتيكي إذا صح التعبير في أكثر من مكان،
سواء في دمشق او حتى في حمص قصير اولا ثم في حمص اخيرا، وبرزت تساؤلات حول امكانيات المعارضه وما يمكن ان يكون رد المعارضه. لا شك ما جرى في حلب في الايام الماضيه كان يشكل نوع من مزيد من امساك القوى المعارضه في المنطقه الشماليين. ما جرى في يجري اليوم على مستوى القول انها اصبحت قريبه من القرداحه او التقدم من جهه اللاذقيه، والحديث حتى عن هجر او تهجير بعض مواطنين سوريين، لا شك ان هناك دلاله فيما يتصل بموضوع القرداحه، وكلنا يعلم انه لها رمزيتها ولها دلالتها في جغرافيا. لكن اتحدث كمراقب من الخارج، يعني دائما فيما يتصل بهذا الموضوع في تحديدا عندما يطرح موضوع القرداحه وهجرة تهجير بعض السكان، هو مدى فعلا ان نذهب نوغل اكثر فاكثر المشهد السوري في المواجهه ذات الرمزيه الطائفيه والمذهبيه، وبالتالي يبدو وكان هناك جبهه نصره تواجه علويين في مناطق. وصلت سيد علي وجهه نظرك. بطبيعه الحال احيانا ربما يستفيد منه النظام بدرجه ما، ولكن بنفس الوقت هذا يطرح تساؤل حتى القوى المعارضه التي تقاتل في هذه المناطق الى اي مدى تنتمي ايضا لهذه البيئه او انها من خارج هذه البيئه. وبالتالي رايي مهم ان يكون للمعارضه ان تصل الى حدود الخرداحه، ولكن الاهم اكثر لا يستثمر هذا النظام رمزية هذا الموضوع في أن هناك صراعا مذهبيا أو صراعا علويا سنيا، وأعتقد أنه عمليا وميدانيا النظام ينهل قوة ونفوذ وتأثير من خلال التأكيد على هذا المشهد أن هناك صراعا مذهبيا وطائفيا. إذا ما انتقلنا سيد علي إذا ما انتقلنا إلى يعني وجهة النظر الإيرانية، التغيير الرئاسي الإيراني جوهري أم شكلي؟ هذا ما تساءلت عنه إحدى الصحف. كيف ترى حقيقة التغيير السياسي في إيران وخصوصا في الملف النووي وأيضا الملف السوري؟ يعني اطلعنا على وجهة أعتقد النظر. أن نعم ألو أعتقد ألو هل تسمعني؟ نعم ألو. تفضل. اعتقد انه لا شك ان هناك ازمه في ايران، والكل بدا يعرف ازمه اقتصاديه، العقوبات اعطت نتيجه، هناك غضب في الشارع الايراني يريد تغيير، والتغيير الذي يريده يتصل في السياسه الخارجيه، لكن ايضا النظام الايراني الذي يراسه ويتحكم به بالدرجه الاولى الولي الفقيه والمرشد هو السلطه الاساسيه في هذا الموضوع، استطاع ونجح بان يحدث تغيير في البنيه السلطه، ولكن يبقى هذا التغيير هو تحت يعني مظله ولايه الفقيه، ولا نرى ان هناك تغيرا جذريا، ربما هناك تغيير في الادوات ولكن استراتيجيه مستمره وواحده، وحتى الان حتى المواقف التي اخذها روحاني فيما يتصل سواء بالموضوع الموضوعات الخارجيه سواء الموضوع السوري او الموضوع النووي، لم نلحظ ان هناك تغييرا جديا وحقيقيا يبشر به الرئيس الجديد. والردود الفعل الاقليميه والدوليه كانت ايضا تؤكد على ان ما زالت تنتظر مثل هذا التغيير. لذلك اعتقد ان ما سيجري في المرحله المقبله هناك تغيير في الاسلوب وفي الاليات وطريقه التعامل والخطاب، ولكن في الجوهر لا يبدو أن الاستراتيجية الإيرانية في وارد أن تتراجع عن أي نقطة. يعني هذا النظام لم يعد قادرا على الانسحاب من سوريا، الانسحاب من سوريا سيعني سيد علي شيئا ما داخل إيران، ولا يستطيع أن يتنازل في ملف النووي، لأن أيضا هذه القضية التي دفع كل هذه الأسماء الشعب الإيراني من أجلها من أجل هذا الموضوع النووي، كمان أيضا لا يجرؤ النظام سيد علي يأخذ خطوات تراجعية على هذا الصعيد. نعم وصلت الصورة، ونعتذر منك لضيق الوقت. شكرا جزيلا لك سيد علي الأمين الكاتب الصحفي، كنت معنا من بيروت.
اختراع الأعداء، مقالة للكاتب خيري منصور في صحيفة الدستور الأردنية، جاء فيها بأن الدول التي تتمتع بالبطالة العسكرية والاقتصادية وحتى السياسية يجب أن تخترع عدوا لها لتبرير فشلها في أمور التنمية المجتمعية، لأن التاريخ لا يزال رهينة صراعات وحروب ونزاعات تمدد بحثا عن مجالات حيوية، فإنه ما من دولة تطيق البطالة عن اختراع الأعداء حتى لو لم تكن بقوة وحجم نفوذ أمريكا. ولو أخذنا مصر نموذجا على مستوى الإقليم باعتبارها الأكبر والأكثر عددا والأعمق تاريخا، فقد كان من المتوقع بعد اتفاقية كامب ديفيد أن تبحث الطاقة بكل مكوناتها الاجتماعية والثقافية والنفسية وحتى العسكرية عن عدو بديل، فالدول حين لا تجد عدوا تخترعه. فاللعب مثلا في مستوياته الأكثر عنفا حرب أخرى يجري التخلص من خلالها من فائض الطاقة، لهذا يرى فيه علماء النفس شكلا من أشكال التنفيس عن عدة مكبوتات، وهذا ما يفسر لنا ظاهرة تسييس وعسكرة المباريات الرياضية، بحيث فقد هذا النشاط براءته وتحول إلى حروب رمزية ترفع فيها الرايات والشعارات المستعارة من قاموس الحروب بمعناها الكلاسيكي. ويكفي أن نتذكر مثالين في هذا السياق، أولهما المباراة سيئة السمعة بين مصر والجزائر وما انتهت إليه من قطيعة وهجاء متبادل، ومجزرة بورسعيد التي تجاوز عدد ضحاياها 70. إن ظاهرة اختراع الأعداء ليست حكرا على أمريكا إلا بالقدر الذي أشار إليه هانتينغتون، حيث يتصل الأمر بفائض القوة وشهوة السطو وتحديث فقه القرصنة. واختراع الأعداء خصوصا في مراحل يتعمق فيها الفراغ السياسة والبطالة العسكرية قد يتحول إلى انتحار أهلي إذا لم تنتبه النخب والمنوط بهم رصد التحولات الاجتماعية والنفسية إلى ذلك. حديث المبادرات واحتقان الشارع المصرية، مقالة للكاتب نبيل شرف الدين في صحيفة الوطن أونلاين، اعتبر فيها أن المصريين يحبسون أنفاسهم وتعتمل في صدورهم مشاعر متباينة وفقا للخندق الذي ينتمي إليه هذا الشخص أو ذاك، لكن المؤكد أن مصر تنتظرها لحظة فاصلة. لم يخرج مسؤول مصري رسمي ليكشف ما جرى من تفاهمات وهو ما يؤجج مشاعر الغضب والترقب، لكن مسؤولا أمنيا صرح لي أنهم لن يقدموا على العملية حتى انتهاء أيام عيد الفطر لاعتبارات يجب أن يتفهمها الناس. فسألته لماذا لا تعلنون هذا، فقال نحن لا نصنع القرار بل ننفذه، وهناك مسار سياسي قد يسفر عن نتائج تريق الدماء، دعونا نتحلى بضبط النفس تحشيا لحملات التشويه الدولية المتوقعة. وخلال اجتماع للرئيس المؤقت ووزيري الدفاع الداخلية ومديري أجهزة المخابرات والأمن الوطني، جرى إقرار الآلية التي سيجري فض الاعتصام بها، وستتدرج بفرض حصار محكم حول الاعتصامات ثم مكاشفة الرأي العام باستنفاد كافة المحاولات السلمية التي عرضتها أجهزة الأمن على المعتصمين الذين يصرون على الرفض، وستكشف السلطات ما رصدته أجهزة المخابرات من تحصينات وسواتر أقامها المعتصمون، إذ وضعوا كاميرات مراقبة وأكياس رمل وكتل خرسانية، مما يعني أنهم يتأهبون بالفعل لمواجهة مسلحة. يحبس المصريون أنفاسهم وتعتمل في صدورهم مشاعر متباينة وفقا للخندق الذي ينتمي إليه هذا الشخص أو ذاك، لكن المؤكد أن مصر تنتظرها لحظة فاصلة ستسفر عن نتائج مأساوية. لهذا يناشد العقلاء سلطات وقادة الإخوان بأن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه الوطن والاعتراف بالواقع السياسي الجديد والانخراط فيه لبناء مؤسسات الدولة والاحتكام لصناديق الانتخابات البرلمانية والرئاسية. نقرأ في صحيفة التايمز مقالة لميشيل بيانون وكاثرين فيليب عنوان السعودية قد تعرض على مرسي اللجوء إليها لحل الأزمة المصرية، وجاء في المقال أنه من المتوقع أن تعرض المملكة العربية السعودية على مرسي اللجوء إليها في محاولة لحل الأزمة التي تعصف في البلاد، وذلك بحسب مصادر مصرية.
وأضاف أنه بالرغم من كرههم الشديد للإخوان المسلمين إلا أن السعوديين طوقون لحل الأزمة التي تعصف بمصر، والسماح للرئيس المصري المعزول بالمغادرة وإسقاط التهم الجنائية عنه، مما يفسح المجال للجيش المصري والحكومة المؤقتة بالتوصل إلى حل مع الإسلاميين. وجاء في المقال أن السعودية لها تاريخ في توفير اللجوء إلى القادة المعزولين، إلا أن أولئك الرؤساء المنفيين في السعودية لا يحق لهم التعاطي في الشؤون السياسية، ونادرا ما يراهم أحد، وهذا ما يروق لقادة الجيش المصري الذي لا نية له بالسماح لمرسي بلعب دور سياسي مرة ثانية. وختم المقال بالقول إن بعض المحللين السياسيين أشاروا إلى أن بعض قادة الإخوان المسلمين يفضلون المواجهة التي تجعلهم يظهرون بأنهم شهداء. صحيفة البيان الإماراتية رأت افتتاحيتها اليوم أن سيناريو مصري في تونس غير مستبعد، وإن حاولت إخفاء تخوفاتها في العلن على السلطة في تونس الإنصات لصوت الشعب الذي لا يقهر. يبدو من مجريات الأحداث في تونس أن حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد وشركائها في الحكم قد أدركوا خطورة الأوضاع واتجاهها نحو التأزم والاحتقان الذي ينذر بسيناريو لا يحمد عقباه، وقد يجر تونس نحو سنوات من العنف والإرهاب. لا مجال للشك في أن أحداث مصر أثرت على المشهد السياسي في تونس، رغم ما يدلي به زعماء السلطة من تصريحات بأن الوقائع الجارية في مصر تختلف كلياً عما يجري في تونس، وأن لكل بلد ظروفه، غير أن الواقع يثبت غير ذلك، حيث تصاعدت حدة المعارضة على نظام الإخوان في مصر، واستطاعت حركة التمرد المصرية أن تجمع في وقت وجيز أكثر من 22 مليون في ثورة مصر 30 من يونيو الماضي. قد حاولت حركة النهضة أن تستبق الأحداث عندما اقترحت تنظيم الاستفتاء للخروج من الأزمة، بعد أن أكدت في وقت سابق أنها ترفض حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، واعتبرت ذلك خطا أحمر، غير أن تقديمها عرض الاستفتاء لدليل على شعورها بالخطر القادم، وأن سيناريو مصري في تونس غير مستبعد وإن حاولت إخفاء تخوفاتها في العلن. على السلطة في تونس الإنصات لصوت الشعب الذي لا يقهر. ربيع الأحواز العربية الحرة قد دخل اليوم أحد أهم منعطفاته التاريخية الحادة، الأحواز العربية الحرة، على موعد مع تاريخ الحرية المقدس. الكاتب داود البصر ومقالته في صحيفة الشرق القطرية، حق تقرير المصير للشعب العربي الأحوازي. إن الشعب العربي الأحوازي بجهاده وبتمسكه بهويته القومية شعب عصي على التطويع والهزيمة والذوبان في البحر الصفوي الهائج، فمن حفظ الهوية الوطنية رغم أبشع ظروف القهر والتجهيل لا يمكن أن يهزم أبدا، أو أن تلين قناته، أو أن يخضع لجمهرة من الدجالين والعنصريين الرافعين لشعارات الدين الحنيف زورا وبهتانا، بينما يمارسون على الأرض سياسات عنصرية وعدوانية وحمقاء حاولت إلغاء حريات وهويات الشعوب وتمسكت بسياسات تدمير الشعب العربي الأحوازي. مسؤولية الحركة الوطنية والقومية العربية الأحوازية كبيرة جدا وتاريخية في هذه المرحلة من تاريخ الشرق القديم، وحيث تنهار أعمدة الطغيان وأصنام الهزيمة، والمرحلة تتطلب وحدة وطنية أحوازية عاجلة تجمع شتات كل الرؤى الأحوازية المختلفة حول تقرير المسارات المستقبلية باتجاه الدعوة الحثيثة لتعزيز المطالبة بحق تقرير المصير للشعب العربي الأحوازي، والدعوة العلنية والمباشرة للتخلص من الاستعمار الاستيطاني الفارسي وتصحيح الجريمة التاريخية الكبرى بسرقة إقليم الأحواز من محيطه العربي المتجذر. ولقد أجهض نظام الملال كل فرص الحلول الإنسانية العادلة وتجاوز حتى على مواد الدستور الإيراني ذاته، وتعرض الشعب الأحوازي خلال العقود الثلاثة المنصرمة لأبشع هجمة استيطانية ظلامية كانت استئصالية حاقدة في منهجها العام. لا بديل أبدا عن حق تقرير المصير للشعب العربي الأحوازي، وربيع الأحواز العربية الحرة قد دخل اليوم أحد أهم منعطفاته التاريخية الحادة، الأحواز العربية الحرة، على موعد مع تاريخ الحرية المقدس.
بلا شك فإن العراق على شفير الهاوية، وجميع الأعمال الإرهابية والترويع والتهجير والقتل والاعتقالات تؤكد شيئا واحدا، وهو أن العقل الذي فكر بغزو العراق هو ذاته الذي سمح لإيران بابتلاع العراق. الكاتب مهند العزاوي ومقالته في صحيفة الزمان العراقية: الميليشيات العابثة بالوطن. تكمن مشكلة الأمن بالعراق في النظام السياسي المحتضر الذي حول العراق من دولة متماسكة إلى إقطاعيات ميليشوية وطائفية، ويدور في فلكهم فيلق من المنتفعين والمتاجرين بدماء العراقيين، وجيوش من المزورين وأنصاف المتعلمين، وسيل من الوافدين لإغراض النهب الشامل من مزدوجي الجنسية، بعد أن هجروا غالبية كفاءاته ونخبه العلمية والمهنية والوظيفية. وكما نفهم الأمن وفق فلسفته غياب الخوف واختفاء التهديد وسيادة الاطمئنان والاستقرار لم يتحقق طيلة 10 سنوات. العراق فاقد للسيادة، وسياسيوه يحجون كل شهر إلى قم وطهران، وقواته الأمنية ترضع من حليب الطائفية يوميا وتسيطر على مقدرات الشعب. جيوش من الميليشيات المذهبية يرفع البعض منها يافطات سياسية بمباركة حكومية في ظل غياب قانون الأحزاب الذي يحدد العقيدة الوطنية والتمويل ومؤهلات السياسيين. تخطت أرقام الضحايا العراقيين هذا الشهر ضحايا الحرب في سوريا، وقد شملت حرب الميليشيات المساجد والمقاهي والمطاعم والملاعب وسط انهيار أمني وسياسي تام وفاشل. بلا شك أن العراق على شفير الهاوية، وجميع الأعمال الإرهابية والترويع والتهجير والقتل والاعتقالات تؤكد شيئا واحدا، أن العقل الذي فكر بغزو العراق دون مراعاة المحظورات الاستراتيجية هو ذاته الذي سمح لإيران بابتلاع العراق على طبق من نفط وعلى بساط الميليشيات العابرة للوطن والمواطنة. ويقف صناع القرار أمام فضيحة كبرى، وهي أن العراق بعد 10 سنوات فاقد لكل شيء، حتى حماية شعبه وممتلكاته، وكذلك السيطرة على حدوده وأراضيه. إلى رسوم الكاريكاتور. وصلنا بكم إلى نهاية صحافة اليوم، تحية لكم أينما كنتم، وإلى لقاء آخر بحول الله.